تحت رعاية سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، أعلنت الهيئة عن إطلاق أضخم تجمع للأنشطة البحرية في مملكة البحرين تحت عنوان مهرجان البحر، والذي يهدف إلى ترويج وتسليط الضوء على تاريخ المهن والحرف البحرينية المتعلقة بالبحر. عند الرجوع إلى تاريخ البحرين القديم فدائما ما يزهو بماضيه العريق بين المهن القديمة التي نشأ عليها الأجداد، كالغوص في أعماق البحر بحثا عن اللؤلؤ لطلب الرزق والقنوع ببساطة الحال، فتأسرنا الذاكرة فيما لو يعود به هذا الزمان. مهرجان البحر جاء ليأخذ زائره إلى الوراء ليعيش الماضي بكل تفاصيله. تشرفنا اليوم بافتتاح النسخة الثانية من مهرجان البحر في خليج البحرين، وأعتقد أن المهرجان يعطي نبذة موسعة عن البحر وتاريخ البحر وعمق ارتباط البحر بالبحرين والمجتمع البحريني. في نبذة عن الغوص، في نبذة عن اللولو، في ألعاب للأطفال، مقصد للعائلة، في جميع المأكولات البحرية متوفرة، السفن. فالقصد منه هو إحياء البحر وقيمة البحر بالنسبة لتاريخ البحرين وتراثه واقتصادها أيضا. مهرجان البحر يحيي إرث البحرين ويقدم فعاليات متنوعة للأسرة بأكملها، كما من شأنه أن يساهم في جذب السياح من دول الخليج المجاورة ويخلق فرصة للزوار للاطلاع على الحرف والصناعات التقليدية المتعلقة بالبحر التي تعرض الماضي باستخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل الحفاظ عليها للأجيال القادمة. سعيدين بانطلاق النسخة الثانية من مهرجان البحر، هذه طبعا نسخة ثانية أكبر، مشاركين أكثر، المساحة أكبر ب40% عن العام الماضي. الهدف من هذا المهرجان هو مهرجان تعليمي تثقيفي للزوار المهرجان وللسواح ولأبناء مملكة البحرين ليتعرفون على تاريخ أجدادهم ويعرفون مهنة الغوص واقتصاد اللؤلؤ المتكامل، ويحث على كل ما يربط الماضي بالحاضر. لذلك عزمنا الشركات المتخصصة البحرية الحديثة، السفن البحرية الحديثة، الأمور الحديثة، وكل هذه الأمور كل هذه الشركات موجودين ويانا. أيضا هناك المأكولات الخارجية موجودة، شيء متكامل شامل لجميع العوائل والسواح. يشتمل مهرجان البحر على فعاليات تتميز بأجواء بحرية خلابة ومعرض لتاريخ الغوص واصطياد اللؤلؤ وجولة افتراضية ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال تهدف لإبراز مواهبهم عبر تلوين نماذج مصغرة من المراكب الشراعية ومسرح ترفيهي يقدم فقرات استعراضية حية، كما سيحظى تجار اللؤلؤ الطبيعي بفرصة بيع معروضاتهم الثمينة للحضور. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.